تأكيد إلهي على أن الشهيد لا يموت، وهذه حقيقة. وها نحن نجتمع هنا لنؤبن شهيدا، ولكن نحن نؤبنه لأن ذكره بيننا ولأن ذكره لم يخفت. محبو آية الله الشهيد الشيخ نمر النمر واصلوا في لندن فعالياتهم بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لإعدامه على أيدي آل سعود، وتوجوا ذلك بإقامة ندوة في مؤسسة الأبرار شارك فيها جمع من الناشطين ومن مختلف بلدان المنطقة، الذين سلطوا الضوء على شخصية الشهيد النمر الذي أصبح مصدر إلهام للعديد من الشعوب الثائرة على حكامها. الشهيد النمر كان وما زال وسيبقى مصدرا للإلهام لكل الثوار في البحرين، وهو قائد من قادة الثورة في البحرين، ونصر البحرين ومستقبلها سيكون ببركات دمائه ودماء باقي الشهداء. وفي الوقت الذي ارتقت فيه روح الشهيد النمر وتسامت في عليين، فإن العدة العكسية لنظام آل سعود قد بدأ. ما أريد أن أقول أن النظام فقد كثير من أركانه، من أصدقائه، من نفوذه ومن نفوذ أيديولوجيته الوهابية. قد أصبح نظاما مكروها للأعارب والأعاجم، للمسلمين وغير المسلمين، للعرب وغير العرب. ممارسات طغاة المنطقة واحدة وكذلك مصيرهم، وخير مثال على ذلك الطاغية صدام حسين الذي أعدم الشهيد الصدر. هذا ما رأيناه عندما أعدم الطاغية سيد الشهيد في 9 من أبريل عام 80، انتصر الله سبحانه وتعالى لتلك الدماء فأسقط هذا النظام بنفس التاريخ، ولعلنا نشهد سقوط نظام آل سعود بنفس التاريخ الذي أعدم فيه شيخ الشهيد قدس الله نفسه. الشعوب المظلومة على موعد مع بزوغ شمس الحرية مهمد لهمة الخطوب، وتمادى الظالمون في طغيانهم. الدماء التي أراقها آل سعود داخل المملكة وخارجها ستتحول إلى طوفان يجرف ملكهم العقيم ويرميهم في مزبلة التاريخ. ساهر عريبي للبحرين اليوم من مؤسسة الأبرار في العاصمة البريطانية لندن.